وإلى تطورات الملف السوري، حيث دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى انتظار نتائج التحقيقات التي سيجريها فريق بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، متوقعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي عدم العثور على أي أدلة لاستخدام السلاح الكيماوي. يجب أن نسعى للوصول إلى الحقيقة في سوريا. يجب انتظار ما ستتوصل إليه بعثة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الحكومة السورية عبرت عن رغبتها في ذلك وأبدت تجاوبا كبيرا لاستقبال فريق البعثة، وهم الآن في دمشق وسينتقلون إلى دوما في أسرع وقت، وأنا أتوقع عدم العثور على أي آثار لاستخدام السلاح الكيميائي. خبراؤنا أكدوا ذلك بالفعل، فهو إذن حادث مفتعل من أطراف تشارك في حملة مناهضة ضد روسيا.